السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نقدر نفصص الثوم، وخصوصا لما يكون ثوم جديد، بس بطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد مننا وقت خالص. بس قبل ما نبتدي الفيديو، يا ريت لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والشير وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجهز معانا الثوم كده زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا احطه كده في ميه، انقعه في ميه شويه، يعني قد مثلا نص ساعه، او مثلا لو مستعجله خليهم 10 دقايق. تمام. بعد كده هبدا ان انا اسيبه شويه منقوع علشان خاطر القشر بتاعه يبدا يفك منه واحده واحده، لان انتم عارفين ان الثوم الجديد طبعا بيبقى صعب تقشيره في على الناشف يعني، ففكره الميه دي بتخلي القشر يعني يطلع بسرعه من الثوم. وزي ما انتم شايفين كده، لو في حاجه صعبه ممكن ان انا اجيب اي سكينه عندي علشان اقدر ان انا افصص الثوم بيها بمنتهى السهوله. وزي ما انتم شايفين كده طبعا القشر بيتشال معايا بسهوله، وطبعا دي كانت طريقتي او تجربتي في تفصيص الثوم بسرعه. وطبعا لما اكون عايزه اطبخ ببدا ان انا انقع الثوم ده قبلها بفتره كفايه. واتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات سوبر ماما 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.